الرحمن الرحيم. طبعا كل ما أنا أتكلم به عن الشهيد القوات المسلحة للجيش الشرعي الشهيد البطل عبد الرب اللواء الركن عبد الرب الشدادي لن نستطيع أن نوصفه ولا نعطيه حقه. هذا القائد الأسطورة الذي سطر أروع وأنبل وأفضل مراحل القيادة العسكرية للقوات الجيش الوطني في الخطوط الأمامية للعدو، وهذا القائد الذي علمنا وتعلمنا منه كل ما هو منوط بالجندية في القوات المسلحة من الشجاعة، من الوطنية، من التحمل، من الصبر. هذا القائد الذي ارتضى لنفسه الحرية ولشعبه، هذا القائد الذي رسم أروع وأفضل ملاحم البطولة في المعارك القتالية، والذي استطاع أن يتصدى للميليشيا الحوثية وهو في مرحلة الصفر، وبنى جيش من مرحلة الصفر، وبنى قوة من مرحلة الصفر، وخاض معارك لا يستهان بها من على أطراف ومشارف محافظة مأرب حتى وصل إلى حدود العاصمة صنعاء، وارتضى لنفسه أن يكون شهيدا في هذا في المتارس الأمامية وفي الخطوط الأمامية للعدو، وعدوه يعرفه أفضل أكثر من صديقه من حيث قوته ومن حيث مكانته ومن حيث تخطيطه ومن حيث شجاعته ومن حيث تحمله على مراحل وعلى مختلف الخطوط الأمامية للمعارك القتالية. هذا القائد الذي لن نستطيع أن نعطي حقه بالوصف. هذا القائد الذي علمنا كيف ندافع عن وطننا وكيف ندافع عن ممتلكات الشعب. في الأخير نقول له ولمن استشهد أن نحن على دربه ماضون بإذن الله، وإذا كان عبد الرب الشدادي شخص واحد فالأمة في الجيش الوطني هو شدادي إلى الأبد بإذن الله، وأننا شادين الرحال إلى العاصمة صنعاء إن شاء الله، وشكرا.